خير مهندس إيهاب، مساء خير الجميع، يعطيكم العافية. أنا الحمد لله خلصت امتحان بي ام بي ونجحت فيه الحمد لله رب العالمين، فضل من الله وفضل جهودات المهندس إيهاب ودعمه إلنا ليل ونهار، كان شغال فينا ضغط مزبوط الحمد لله على كل حال، وفضل كمان أهلي وزوجتي وقفوا معاي وساندوني بالمرحلة اللي عديتها. طبعا انا بلشت البي ام بي مع مهندس ايهاب تقريبا بنص 6 ب 15/6، واليوم انا خلصت يعني تقريبا نحكي اقل من 3 شهور الحمد لله كنت مخلصها. بالنسبة للامتحان بده تركيز يعني، وباي ديفولت اللي بيمشي على البلان اللي بحطه مهندس ايهاب بنجح. يعني أنا بغض النظر أنا عن الظروف اللي عشت ومريت فيها الحمد لله نجحت، بس الامتحان بده تركيز. واحد يفوت على الامتحان ريلاكس بغض النظر عن اليومين اللي عدوا معاي أنا مهندس إيهاب عانى فيهم كمان معاي، بس الامتحان يعني الواحد كان مركز داخل متمكن من أعصابه الحمد لله بينجح فيه. إن شاء الله بتنجحوا. سلام للجميع، يعطيكم العافية، وشكرا مهندس إيهاب.